ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حابين نحكي كيف طريقة إضافة الـ DVR أو الـ MVR على الموبايل بواسطة برنامج GDMSS+. خلينا نشوف مع بعض كيف راح نبلش بتنزيل هذا البرنامج من الـ Play Store. أوكي، نروح على الـ Play Store. طبعا هو بالأندرويد اسمه GDMSS+، في الآيفون IDMSS+، يعني بس أول حرف بالآيفون I، تمام، وكله نفس المبدأ نفس التنزيل. هلا هيا زي ما انتم شايفين البرنامج، هلا في اصدارات تانية طبعا للبرنامج زي ما انتم شايفين تحت. في عنا الدي ام اس اس، هذا طبعا الاحدث منه، ولكن خلينا نحكي نفس الطريقه ونفس التنزيل. في عنا كمان اللايت برضه نفس الطريقه ونفس التنزيل، كلهم نفس المبدا. فراح نحكي هلا بشكل عام عن جي دي ام اس اس بلس اللي هو البرنامج المعتمد. خلينا نحكي اوكي انستول. طبعا جي دي ام اس اس برنامج كتير حلو ورائع وسهل في التعامل، وزي ما حكينا لما احنا نكون برات البيت ممكن انه الواحد او برات الشركة او برات المكان المحطوط فيه برنامج اللي هي الكاميرات، ممكن انه نراقبه كل سهولة من خلال هذا البرنامج السهل اللي هلا احنا راح نشوف كيف راح نعمل الكونفيجريشن كامل. تمام، وهيك بكون نزل معنا البرنامج. اوبن، نفتحه، نعمل له البيسك سيتنج اللي هي الاعدادات الاوليه. تمام، نيكست، اوكي، الاو، على اساس انه يسمح لنا انه نشتغل عليه بالكنترول. جوردن، نلاحظ هنا محطوط جوردن، نكبس عليها ودن على اساس نحدد له الريجن. تمام، هلا هنا زي ما انتم شايفين هيك فتح عندي البرنامج وصار جاهز. هلا بننتقل هنا ل اللي هو الدي في ار اللي انا بدي اعمل له الاضافه على الموبايل. هلا اول شيء في الدي في ار بنيجي هون على المين منيو، نتاكد شغله كثير مهمه اللي هي النتورك. زي ما حكينا بفيديو سابق على البي تو بي انها اونلاين ولا اوفلاين، اهم شيء طبعا تكون اونلاين. اونلاين انه خلص شابك عند تمام بكون واحنا شابكين على السيرفر 100%. حكينا احنا فيديو سابق عن هذا الموضوع كيف بدنا نخليه اونلاين اذا كان مش راضي ياخذ اونلاين مع اني انا حط الانترنت. بتحبوا ترجعوا له تشوفوا كيف في الفيديوهات السابقه. تمام، هلا المهم هنا انا تاكدت انه البي تي بي البي تو بي اونلاين. اوكي، بنروح على البرنامج، بنرجع له للبرنامج. تمام، بنروح فوق زي ما انتم شايفين ديفايسز. تمام، ديفايس ليست، بنروح على الاد اللي هو الزائد اللي عندكم. تمام، نيكست، هلا هون الاو، بنعطي صلاحيه الكنترول. اوكي، هيك بنلاحظ عم بيعمل سكان. بنروح نرجع للدي في ار مره ثانيه على نيتورك على البي تو بي، وبنقرا السكان ار كيو كود هاي اللي انتم شايفينها اللي سيريال نمبر. تمام، هلا هيك قرانا من خلال الموبايل. تمام، نيكست، اخذ السيريال نمبر. هلا بسالني هنا، طبعا احنا في حاله انه يكون دي في ار عندنا اللي هو في الدهوة اكس في ار اند دي في ار. تمام، في حال ام في ار هي عندكم، في حال كاميرا، في حال انتركم، كله عندكم موجود ايش هو الديفايس. هلا هون بنلاحظ انه بحكي لي النيم، نيم بكتبه انا بدي اياه، هوم احمد، يعني اي شيء بغض النظر النيم، ما بشترط علي نيم معين. وبنلاحظ هنا بطلب مني ديفايس باسورد، هاي كثير نقطه كثير مهمه. ديفايس باسورد، ما بصير انا احط اي باسورد، الباسورد اللي انا فتت فيه على الدي في ار، اللي انا اول ما شغلت الدي في ار بطلب مني، اذا كان جديد لسه الدي في ار بطلب مني اني اعمل له كرييت باسورد، اني اعمل له باسورد جديد. هذا هو الباسورد نفسه اللي بفوت فيه انا على المين منيو، هو نفسه اللي لازم احطه هنا. بنلاحظ هنا مثلا حطينا على سبيل المثال هون. تمام، اوكي، هلا بنعطي سيف، بنسيف طبعا اهم شيء. اوكي، نشوف الديفايس عندنا فتح معنا، الكاميرا اللي احنا شابكينها، وهيك نضاف الجهاز على برنامج الموبايل. شاكرين لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.